بدأ الصراع يتصاعد بينك وبين أبو مدين، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون. سيدي اللي كان هذا كم ضخموا الاشياء. بو مدين بالنسبه للطوري يا اخي رجل عادي تماما. انا اللي مشيت شفت له في الطاره بعض كانت المؤرخين يقولون واقعه العكس. بعد الطوره الى اخره. انا اللي مشيت للازهر وانا معاه لمده شهر وانا نقنع فيها لان يطلع للجزائر، وفي النهايه طلع الجزائر في المركب هذا دينا اللي تكلمنا عليه الى اخره. ما عندوش رصيد يعني في الثوره، ما كانش مناضل داخل حزب الشعب. بوم الدين ما دارش ثوره ويكره المجاهدين. بوم الدين يكره المجاهدين. بوم الدين ما دارش ثوره ويكره المجاهدين. بوم الدين يكره المجاهدين. كان راجل يعني طالب يدرس في الازهر. لكن بقى قائد الجيش ونائب رئيس وهو اللي عمل الجيش اللي دخل بيه لا هو عنده، ودعمك وكذا، لا هو لكن عنده، هنا بيحو تاريخك من الجزائر ويعتبروا ان بومدين هو اللي عمل الثورة وهو اللي عمل كل شيء ايوه يا سيدي. تماما كالذي وقع في مصر. الآن قل لنا الحقائق انت يا سيدي. حقيقة يا اخي انا قلتها والله واكررها، اراني نكرر فيها 3 مرات 4 مرات، هي ان انا عملت ثورة وانا كنت من رؤساء هذا الثورة، أصبحت رعي الجمهورية بطبيعة الحال، وقعدت في الحكم لمدة 2.5 سنين فقط. وأنا أقول بأن لو ما كانش بومدين لا كانت أشياء أخرى، كانت أمريكا كان لازم تفتعل أي شيء باش أحمد بن بلال لا يبقى في الحكم، لأن أنا ما راودتنيش أمريكا، أو لليوم ما راودتنيش، ونبقى إلى الأبد أنا عدو أمريكا، لأن نشوف العلة فيها، كل العلة فيها، قابل قتل يعني أمريكا الجنود. لها دور في إبعادك عن السلطة في الجزائر؟ أول برقية تأييد اللي عملوا العمل جت من أمريكا، أول برقية أول تأييد برقية تأييد من أمريكا، لانقلاب بومدين انقلاب ضدك كانت من نعم. أمريكا. أيضا بومدين هو الذي بدأ الانقلابات، قام بانقلاب 62 وانقلاب 65. بومدين قام بمجموعة من الاغتيالات، لعل أشهر هذه الاغتيالات كريم بالقاسم في فرانكفورت سنة 70، محمد خيدر في إسبانيا فيما أذكر، في مدريد، في مدريد. نفى كبار قادة الثورة أو أبقى عليهم في النفي، مثل أيت أحمد، مثل بوضياف، مثل، وهذه ربما ما يعرفوهاش الكثيرين، شاعر الثورة المزابي، الفحل البطل، مفدي زكريا اللي مات منفيا في تونس. منع أن يدفن أبو الوطنية وهو مصلي الحاج أن يدفن بالعلم ملفوفا على جسده. عندما جاء جثة أو جثمان مصلي الحاج في 74 منع العلم عليه. قضية شعباني، قتل شعباني تسبب فيه. بوم الدين ما دارش ثوره ويكره المجاهدين. بوم الدين يكره المجاهدين. بوم الدين ما دارش ثوره ويكره المجاهدين. بوم الدين يكره المجاهدين. في 65 بومدين يستلم السلطه مباشره ويزيح بن بله من الحكم ويضعه تحت الاقامه الجبريه لمده 13 سنه. في هذه السنوات بومدين بكل تأكيد كان يريد تثبيت سلطته، وكان يريد جعل الجزائر دولة قوية بمؤسسات إلى آخره، لكن للأسف الوسيلة التي استخدمها كانت وسيلة خاطئة، وهي الاعتماد على الضباط الذين كانوا في الجيش الفرنسي، أي الذين كانوا يقاتلون مع فرنسا ضد ثورة الجزائر. بلا أولا، وكان وزير الدفاع، وكان على خلاف شديد مع محمد طاهر شعباني، وهو له مقولته الشهيرة، من هو الطاهر بن طاهر اللي حب يطهر الجيش، لما شعباني نادى بتطهير الجيش من ضباط فرنسا ومن عسكر فرنسا. وهذه القضية في اعتقادي هي الخطيئة الكبرى لبومدين، هو أنه مكن لضباط فرنسا ولجنود فرنسا اللي كانوا يقاتلوا مع فرنسا، وفيهم اللي ظل يقاتل مع فرنسا لغاية مارس 62، لغاية وقف إطلاق النار، مثل محمد تواتي أو محمد العماري أو غيرهم، يعني لغاية 61 62، ولكن أيضا آخرين مثل عبد القادر شابو، مثل نزار، مثل سالف مع الهواري بومدين الله يرحمه، مع عقد هواري بومدين. أه. لكن في النهايه يعترفوا بحاجه واحده، انه خلى مؤسسات وخلى دوله قايمه. ما خلاش مؤسسات، راهم تبعوا كاع.
ما خلاش دولة سي دي كلون هذو اللي يخدموا مع فرنسا. هما اللي يخدموا مع فرنسا، فرنسا تحتاجه، فرنسا ما تحتاج. شوف عندي 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 ان دوكيومون سكرتير جنرال تاع المينيستير تاع لا ديفونس سبتمبر 62 يكتب الوزير الدفاع الفرنساوي سيني كولونيل شابو. كولونيل شابو ثانت مجاهد كبير كان مع فرنسا وفي سيد لارمي فرنسيس، كتب له بريه يقول له مسيو المينيز لا ديفونس جو فو دوموند دو مي دوني لا ليست تاع الجزائريين اللي راهم موجودين حاليا 62 ضمن الجيش الفرنساوي اللي حبوا يجيو الجيش الجزائري يلقاردرون لور غراد اي لور ستاتو. هؤلاء الضباط الذين كانوا انذاك ضباط صغار بعد ما يموت بومدين سنة 78 يأخذون مناصب أهم ثم يصلون إلى مراكز أساسية في منتصف الثمانينات يصبحون جنرالات. كثير منهم أحياء، خالد نزار وزير الدفاع، العربي بالخير الذي كان رئيس الديوان ورئيس الداخلية أثناء الانتخابات، محمد بين الجزائر والمغرب نظام ملكي نظام ثوري، توتر العلاقات بينهما وحدود مصادمات ومشحنات على الحدود، وجود أزمة البوليساريو، ورحت حضرتك في وفد محدود حضرتك والدكتور أسامة الباز وعز الدين مختار وعدتوا حوالي 17-18 يوم في مفاوضات شديد مكوكية شديدة الصعوبة وعدت بنتائج أربعة مهمة جدا. التجربة دي كانت أهميتها إيه بالنسبة لك؟ والله هو كلفني بيها مش حاضر اقول له لا. قال لي شوف المشكله، اداني بريفنج كده عن الجزائر وبريفنج عن المغرب وانا عاوز تشوف ايه المشكله وحاول بكل الطرق انك تحل المشكله دي معاهم. رحت الجزائر الرئيس بومدين قال لي مصر مش عارف مصر، قلت له يا رئيس انت مصر عملت لك كتير انا مش عاوز اتكلم عنها. هو دخل هاجم في الاول يعني، قلت له انت اكتر واحد تعرف مصر عملت لكم ايه. ايه المشكله؟ المشكله انهم حاطط قوات داخل ارض الجزائر اللي هي مشكله لحد دلوقتي بس خفت عدتها الجزائري. المهم قلت له طب بس اديني فكره عشان انا هروح للملك الحسن، ورحت للملك الحسن كلمت معاه قال لي هو في قوات موجوده في المكان الفلاني وعلى 300 كيلو من حدوده من حدود الجزائر دخل في الارض في الصحراء. تنيت رايق جاي من هنا واكلم ده واكلم ده لما وصلت الاخر ان هو شوف يعني قلت للرئيس بومدين ده دلوقتي هو محاصر قوات انا اقدر اقنعه يفتح لك الباب ده بعد ما ايه رايح جاي يمكن في اليوم مرتين. كان اتفق في الاخر بقى لما وجد قلت له يا سياده الرئيس الخريطه انت ما قلتليش عندك كذا وما عندكش كذا. اهو اتفضل الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب اعمل ايه؟ اهو اتفضل الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب اعمل ايه؟ قلت له اسمع ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجهم وما عنديش مشكله ما تسويش تحط لي 2200 واحد هنا وما بداته هيستولى عليهم وهيطلعهم على التلفزيونات. قال لي طيب انا رحت الملك الحسن تعبنا الله يرحمه الملك الحسن قعدنا الاربعه صباحا لما وافق وبعت لهم قلت لهم موافق وفتح لهم الفتحه وخرجت القوات ومشيت. قلت له هتذيع تقول ايه؟ الملك الحسن كان يعني بينه وبين ود بقى كنت اول مره التقي معاه. قال لي هقول ان قواتنا دخلت تفريتي دي ولا اسمها تفريتي وهناك وخلاص. مش باللباس الذي كان عليه حافي وترميه وراء الحدود هناك، ما أمر بها لا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان. يخرج باللباس الذي كان عليه حافي وترميه وراء الحدود هناك، ما أمر بها لا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان. أنا أذكر وأنا ابن الغرب الجزائري وأذكر وكم أندم على نفسي وأخجل رغم أن رفع عني القلم لأني لم أكن بالغا ذلك الوقت، يعني ربما كنت صغير وكذا. عندما فتحنا أعيننا وبيوم العيد الفطر عيد الأضحى وأنا أسكن هنا في الغرب الجزائري في ولاية بين تلمسان وبالعباس، إخواننا الذين درسوا معنا ولا يبنى معهم والصيبة قضيناه مع بعض، تشوف يعني قرار أهوج. صلينا الصبح
فإذا بسيارات الجيش وسيارات الدرك الوطني تدق الأبواب على الجزائريين، هذا بالنسبة لنا جزائريين. تحكي عن المغاربة أنت اللي عايش أيوه. هناك. بعدين إحنا عرفنا هذو أنه مغاربة، ما عمرنا ما كنا نعرف أن هذو مغاربة. البشير والدرويش وقويدر وعمي المعراج، يعني تخيل أنت الصدمة النفسية لحد الآن مش قادر نستيقظ منها. لأنه الوعي كان قليل، كنا نسفق للدولة. ولاش تاخذوا واحدة اسمها يعني عمتي الزكراوية، كنا نسميها خالتي الزكراوية، والله خلت العيد معلق. العيد خلوهم بالقوة، يعني خلوهم بالقوة ويرمي في الشاحنة. طيب هذا الرجل يقول لك انا ما نعرفش المغرب يا جماعة. لا لا، ابوك انت اصلا مغربي. يا ودي انا مولود هنا في مباديس، مولود في تموشنت، مولود في سيدي بالعباس، مولود في تلمسان. انا هنا في هذه الزراعة وهذه التربة انا نشأت بها، اختلط روحي ودمي بها. كيف تطردونني؟ العقلية المعفنة، العقلية الرأي الواحد، لا حقوق انسان، لا مراعاة لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانا اذكر في ذلك الوقت فقط يعني كتدليل على ان الرأي الحمد لله معركة الوعي في تصاعد، في ارتقاء. انا متصور الان الشعوب لن تقبل هذا لا في الجزائر ولا في المغرب. وشهادة لله، بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني يعني، وردت فعله مع الجزائريين من أصول جزائرية، المغاربة من أصول ما كانت بهذا الشكل. ويكره المجاهدين، بوم الدين يكره المجاهدين، لا بروف يكره المجاهدين، لا بروف يكره المجاهدين. ياسين هردين لي دو زورغانيزاسيون اللي داروا اللي داروا الثوره، الافلان والايلان. هكذا. وعلاش الافلان ما بدلولوش الاسم؟ بوم الدين جا الايلان رجعها لاين بي. علاش رجعها لاين بي؟ هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات لها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راح في الانتهاء اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها أصيرت الحرب؟ لا. مهزلة كانت موجودة بتاعت أفغانستان، وحقيقة في أمر أفغانستان ده أمر خطير، إنه ليبيا وسوريا واليمن الجنوبية والجزائر يقفوا مع الاتحاد السوفيتي ضد مسلمي أفغانستان ويقولوا تضامن عربي. Là, c'est le problème fondamental. Et c'est pour ça que l'historien intervient. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que tant que l'on n'aura pas purifié l'histoire, l'on ne pourra pas avancer. Parce qu'entre la France et l'Algérie, tout est dans le non-dit, dans le psychanalytique, dans le psychologique. Les Algériens savent qu'ils mentent en racontant leur fausse histoire. Mais c'est une rente de situation pour eux. Une rente de situation en Algérie, parce que ceux qui ont capté le pouvoir en Algérie en 1962, ce ne sont pas ceux qui se sont battus contre la France. Parce que ceux qui se sont battus contre la France étaient morts. Il n'y avait plus de maquis. Ce sont les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, c'était les politiques. Et ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir et qui, pour justifier leur prise de pouvoir en Algérie et la mise en coupe réglée du pays, mettent en avant les hauts faits de résistance auxquels ils n'ont pas participé.